تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وهو الزر الأحمر الموجود تحت الفيديو، وكذلك تضغطوا على الجرس الموجود تحت الفيديو، هكذا باش توصلوا بكل ما هو جديد من عالم ملاك. السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في عالم ملاك. الفيديو ديال اليوم جيتكم بفلوغ أو لا يوم في حياتي. مهم غادي نشارك معكم هاد النهار هذا كيفاش دوزتو. هاد النهار هذا اللي كان يوم الجمعة الفارط اللي قبل من هاد الجمعة هادي، وغادي نشارك معكم طريقتي في تحضير الكسكس بالبلبولة اللي كيجي لذيذ بزاف وبشهادة الجميع، وطريقة اللي هي جد سهلة ومبسطة. وكذلك غادي ناخدكم معايا في واحد الجو في المول، لان في العشية خرجنا المول، وكذلك مشترياتي. فخليكم معايا وتبعوا الفيديو الاخر. اول حاجه كنديرها فاش كنفيق الصباح ضروري مور ما كنحضر وجبه الفطور ونسالي ونجمع المعن اكيد، فضروري ما نشعل سوره البقره كامله، كنشعلها في الدار وكنخليها، يعني ضروري هاد المساله. واليوم كما قلت لكم غادي نحضر كسكسو بالبلبوله. هنا وجدت الخضروات ديالي كما شفتوا، وخديت البلبوله، انا هذه هي الماركه اللي كناخذها البنات هنايا، سميتها كسكس زينده ماشي ديال المغرب، هاد ماركه معرفتش منين. كما شفتوا هنايا كنوضعها هكا في بول، يعني انا درت غير نصف الكميه اللي غادي نحتاجوها لان كتكثر. غادي نضيف هكا القليل من زيت الزيتون، تقدروا تستعملوا الزيت العاديه زيت المائده فحسب الرغبه، والقليل من الملح. وغادي نحاول ندخل ديك الزيت والملح مزيان في هذه البلبوله، الا شفتوا الزيت غير كافيه يعني ما كفاتكمش حاولوا تضيفوا شويه، كما شفتوا انا زدت ضفت شويه. خاص مهم هذيك البلبوله تكون كلها مبلله بهذيك الزيت، يعني تقريبا ديروا واحد جوج معلقات كبار ديال الزيت. وكما شفتوا هنايا غادي نجيب تقريبا واحد الكاس صغير ديال اتاي، نعمره بالماء وكندير هذيك الماء، نبقى نديرها هكا البلبوله بهذا الشكل هذا حتى كتدخل فيها هذاك الماء مزيان، وغادي نخليها ترتاح واحد شويه، يعني غير واحد 3 دقائق او 4 دقائق تشرب هذاك الماء. ومن بعد في الكسكاس كما كتشاهدوا كنجيب البلبوله ديالي وكنحطها تمايا. هاد البلبوله البنات كتكون صحيه اكثر من الكسكسو العادي، فكتكون صحيه وكتجي بنينه بزاف، كيجي بها كسكسو بنين يعني من الاحسن نصحكم انكم تجربوها. فانا كتعجبني صراحه بزاف لانها صحيه وكنديرها، وكتعجب حتى راجلي وليداتي، وزعما زوينه حتى العائله فاش كنديرها لهم زعما كتعجبهم. ومن بعد كما شفتوا درتها تفور التفويره الاولى، ودابا غادي نمر نقي الخضروات ديالي. كما شفتوا الخضروات انا استعملت الجزر والقرعه الخضراء، واستعملت اللفت هذيك اللي كتكون مدوره، والقرعه الحمراء وليشو، وضروري ما كندير البطاطس في كسكسو. ما عرفتش واش نتوما بحالي، مهم انا كتعجبني ووليداتي حتى هما كيبغيو البطاطس في كسكسو. مهم انا من بين الناس اللي ضروري ما كنديرها جوج هكا حبات ديال البطاطس، كنديرهم في الكسكسو، كيبقى كل واحد وطريقته كيفاش كيصايب كسكسو، يعني كل واحد والطريقه ديالو. لكن انا هاد الطريقه اللي نعطيها لكم اليوم صراحه كتجي لذيذه بزاف، البنات غير جربوها وتبعوا المراحل. للمبتدئات اكيد انا عارفه بلي حتى نتوما كتعرفوا ديروا كسكسو، كاين اللي ما كيجيها صعيب ولكن هاد الطريقه جد سهله. كما شفتوا قطعت جميع الخضروات ديالي ودعتهم هكا في لي بول هكا، وضفت لهم الماء، وهنا انا دائما كنضيف لهم شويه ديال الملحه باش ما يجيوش باسلين. هاد الطريقه كتقولها لي الوالده ديالي، يعني هي كتضيف هكا الملحه وكتضيف هي حتى شويه الفلفل الاسود فاش كتكون مرقده هذيك الخضروات في الماء على ما دارت هاد الطيب.
المهم هنا كيما شفتوا في الكوكوت انا دائما كنطيب يعني الكسكس في الكوكوت، فكيما شفتوا درت شويه ديال زيت الزيتون وشويه ديال زيت المائده، حاولوا انكم تكثروا شويه يعني تقريبا الكسكسو كيبغي شويه الزيت. ودرت هنايا واحد البصله كبيره اللي مقطعه بهذا الشكل هذا، وانا غادي ندير الكسكسو باللحم، تقدروا ديروه حتى بالدجاج، انا صراحه كيعجبني الكسكس باللحم كيجي افضل. ودرت القطع ديال اللحم ديالي وخليتهم يتشحروا. وفي هذا الاثناء فورت يعني التفويره الاولى البلبوله بهذا الشكل هذا، خديتها ودعتها في البول، كما شفتوا جبت كاس ديال الماء، وكما شفتوا بقيت هكا كندير فيها الماء حتى كتدخل فيها مزيان، ونحرك هكا بالمعلقه حيت كانت سخونه، انا ما كنقدرش الصراحه ديك السخونيه باش نحركو بيدي، فحركته كنخليها ترتاح جانبا. وغادي نمر دابا ندير العطريه. كما شفتوا هنايا هذه هي التوابل اللي غادي ندير، كما شفتوا هنايا درت كنور، عندي الكنور ديال البقر لانني انا استعملت لحم البقر، فبامكانكم تستغناو عليه، انا ضروري ما كندير كنور في كسكسو حيتاش كيعطيه واحد اللذه زوينه. وهنا كما شفتوا درت الملح ودرت جميع التوابل. بالنسبه للتوابل فانا كندير ملعقه صغيره ديال الفلفل الاحمر، ونصف ملعقه صغيره ديال الفلفل الاسود، ملعقه صغيره من الخرقوم، وملعقه صغيره من سكينجبير. هادو هما التوابل اللي كندير. كندير القزبر ومعدنوس هكا مقطع، كنضيف جميع هاد التوابل، كنخلط مزيان، ومن بعد كنضيف الحمص ديالي، الحمص اللي يكون ديجا منقوع في الماء، المهم راكو عارفين كان عندي في المجمد، وصافي. وكنشحرهم شويه وكنضيف الماء البارد، انا ما كنضيفش الماء سخون، يعني الماء بارد يعني بروبيني عادي. ومن بعد صافي كنضيف الكميه يعني الكافيه فاش غادي يطيب لي هذاك اللحم، وكنسد الكوكوت ديالي وكنخليها حتى تصفر. تقريبا كنخلي داك اللحم والحمص المده ديال 20 دقيقه حتى لنصف ساعه حتى يدخلهم الطياب. ومن بعد مشيت نرجع هذاك الكسكسو يفور اللي خليته يرتاح من بعد ما درت له الماء، وغادي نرجعو يفور هذه التفويره الثانيه. البنات بعد ما فورت التفويره الثانيه اكيد غادي نحيدو، يعني راكو حاسبين معايا جوج تفويرات، انا البلبوله كندير لها 4 تفويرات ماشي 3، هي ماشي بحال الكسكسو تحتاج طياب اكثر يعني من كسكسو باش طيب ليكم. وهكا غادي نستمر بنفس الطريقه، يعني كل ما سالات من تفويره كنضيف لها هكا كاس من الماء، يعني هي كتبغي الماء كتشرب الماء باش هكا يعني طيب ليكم دغيا. وراه بين تفويره وتفويره ما كنخليهاش بزاف، يعني غير كتبان لي صافي كتفور، يعني كيخرج هذاك البخار من الكسكاس، صافي كنحيدها وكنضيف لها الماء. فكما شفتوا رديتها هنايا تفور التفويره الثالثه. هنا كنحاول نشارك معكم كل شيء المراحل باش هكا المبتدئات يعني يتعلموا وياخذوا يعني فكره. فورت التفويره الثالثه حيدتها، ومن بعد حليت على الكوكوت، يعني داز ديك تقريبا واحد نصف ساعه باش طاب ليا اللحم والحمص. وغادي نضيف الخضروات ديالي دابا بعد ما صفيتهم. كما شفتوا ضفت الخضروات اللي كتحتاج طياب اكثر بحال الجزر بحال اللفت بحال اللي شو، ضفتهم لتحت، وهذه القرعه الخضراء والقرعه الحمراء خليتهم حتى للفوق عاد ضفتهم. كما كتعرفوا هما دغيا كيطيبوا. وهنايا كما شفتوا درت واحد المعلقه كبيره ديال لاصوص مركز الطماطم، لاصوص طوماط، هذا هو انا كسكسو باش كنديرو، ما كنديرش مطيشه محكوكه اولا مطيشه هكا كنقطعها، كندير لاصوص طوماط مركز الطماطم، وكيبقى كل واحد وطريقته. هذه الطريقه ديال الام ديالي، كيجي صراحه لذيذ، البنات جربوه بهذه الطريقه. اي واحد ربع ساعه حتى 20 دقيقه وغادي تكون الخضروات ديالي طايبه، لان في الكوكوت كتسرع العمليه ديال الطياب ديال الخضروات.
هذه التفويره الرابعه هي الاخيره صافي. غادي نحيدو كما شفتوا وغادي ندير فيه واحد القطعه ديال الزبده، تقريبا واحد الملعقه كبيره ديال الزبده بهذا الشكل هذا، وغادي نخليها تذوب فيه. كتعطيها واحد اللذه زوينه البنات، ضروري ديروا هذه المرحله ديال الزبده، كتجي بنينه هذيك البلبوله، وخا حتى تاكلوها هكا ساكوك اولا كتعطيها واحد اللذه زوينه. كما شفتوا هنايا هي الخضره ديالي طابت، سديت عليها تقريبا واحد 20 دقيقه وصافي وطابت. هي واجده عندي الخضروات ديالي، كسكسو سريع اكسبريس، ما كناخذش فيه بزاف ديال الوقت، فقط تفوار لاربع تفويرات، ولكن كما قلت لكم دغيا يعني ما كتحسيش بالوقت بين تقشر الخضره وكشي كيكون فور الكسكسو ديالك. وصافي دابا في طبق التقديم كما شفتوا غادي نحاول نقدم، يعني ماشي شي تقديم سبيسيال، عادي كما كتعرفوا كاع الناس كما كيحطوا الكسكسو ديالهم. حاولت انني نزين، ولكن انا دائما كنبغي نكثر الخضروات في كسكسو، يعني كنعمر الطبسي مزيان، حيتاش لا انا لا راجلي لا وليداتي كنحمقوا على هكا الخضره اللي كتكون في كسكسو، كناكلوها اكثر ما ناكلو هذاك الكسكسو اللي كيكون لتحت او البلبوله. فكي يعني كتعجبنا الخضره ديما كنكثروا، فكاين تكل يعني اللي بقى كاين تكل الغد ليه، ما كتضيع حتى شي حاجه. صافي، وهذه هي المائده ديالنا ديال اليوم، يعني ديال الجمعه. شنو تغدينا؟ اكيد يعني حطيت كسكسو حتى يعني داز الوقت بعد ما قضيت يعني واجباتي الدينيه اللي عليا، هذه اكيده يعني واخا ما نشاركهاش معكم في الفيديوهات. كما قلت لكم ماشي كاع التفاصيل كنشاركوهم في الفيديو، ما تحكموش على الواحد من خلال فيديو فقط. فكما شفتوا هذا هو الكسكسو ديالنا، وجد ها هو فوق من الطبله، حطيت هكا طبيصلات بغى يدير حداها سورتو الوليدات الصغار، اما انا فكان نفضل ناكل هكا ديريكت في الطبسي. وحطيت هكا الروا اللي بغى يزيد، يعني حطيته في هذا الكويس هذا كما كتشاهدوا، وتغدينا وما شهيتكم فيه صراحه، جا زوين زوين بزاف. نتمنى انكم تجربوها البنات وتردوا عليا الخبر، راه كيجي بنين بنين مع البلبوله وبهالطريقه اللي وريت لكم والمقادير اللي عطيتكم. بالنسبه للبنات السمن الحار اللي بغات تضيف ضيفو حتى الاخر، فانا كنبغي نضيف السمن الحار ولكن سلال هي وصيبته وبقي ما حرارش، بقي مازال ما وجدش، لهذا ما ضفتوش. فانتوما الى ضيفوا السمن الحار ضيفوه حتى الاخر، حتى كطيب يعني الكسكسو ديالكم وكل شيء، وكتضيفوا واحد تقريبا واحد نصف ملعقه صغيره ديال السمن الحار، وكتخليوها تذوب في داك الروا، وكيجي فيه السمن الحار زوين بزاف. صافي من بعد ما تغدينا جمعت الطبله، جمعت داكشي كامل، المهم راكو عارفين، ومن بعد مشيت باش نوجد راسي باش غادي نخرجوا. بغيت نوريكم هاد البارفان هادي اللي وصلتني مؤخرا بواحد لو سيت اللي سميتو دبي بارفيومري، ووصلتني منه هاد البارفان اللي سميتها نورا كما كتشاهدوا. صراحه مين قالوا لي غادي نصيفطو لك بارفان، كنت كنتوقعها بحال هادوك اللي كانوا يجيبوهم لنا بالحج هكا، كيكونوا صغيرين كتكون الريحه ديالهم قاطعه، يعني ما كنتش متوقعها بحال هكا، لدرجه ان فاش وصلتني ما حليتهاش ديريكتومون، قلت خلي عليا من بعد يعني ماشي مشكل. ولكن فاش حليتها البنات فريمون الريحه ديالها زوينه بزاف وكتبقى، ويعني الريحه بحال لي بارفان الغاليين اللي كنشريوهم يعني في الاسواق، وبالعكس عاد انها فيها واحد الرائحه مميزه، يعني تحسي براسك بحال الاميرات، بحال يعني واحد الرائحه زوينه بزاف يعني مميزه، وعجبتني بزاف وكتبقى. يعني ننصحكم بها هاد نوره هادي، يعني زوينه 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 بزاف، وخصوصا الا كنتي عروس او لا كتجهزي العرس ديالك، ننصحك انك تشري هاد البارفان هادي، لان فاش غادي توضعيها غادي تكوني مميزه على الاخرين، ما غاديش تكوني دايره من نفس الريحه تقريبا بحالهم، كتكون عندك واحد الرائحه زوينه ومميزه، وراه كديري بها غير شويه وكتطلق، يعني واخا تبان لكم القرعه صغيره كديروا بها غير شويه وكتطلق. وهذا زعما رايي الشخصي انا صراحه، هاد السيت ويب عندي فضول انني نجرب فيه بزاف ديال لي بارفان.
وصفتوا لي معاها هكا واحد البارفان صغيره كما كتشاهدوا. حتى هذه زوينه ما فيهاش ديك الريحه القاطعه، ولكن انا ننصحكم بهذه نوره لان هذيك جاتني عاديه، واخا ريحتها زوينه حتى هي وكتبقى، ولكن عاديه بحال الروائح العاديين اللي كنشموهم ديجا كنعرفوهم. انا غادي نخلي لكم الرابط ديال هذا البارفان هذه لتحت في صندوق الوصف، الا بغيتوا تمشيو تشوفوا الاثمنه، تشوفوا الاشياء اللي عندهم في هذا الموقع. انا صراحه من جربت هذه النوره وعجبتني انا، يعني صراحه ما كنتش كيعجبوني هذا النوع من لي بارفان، ولكن هذه ننصحكم انكم تجربوها، فريمون زوينه زوينه بزاف. كما شفتوا هنايا خرجنا مشينا غادي نمشيو لواحد المول تقريبا ماشي بعيد علينا بزاف، يعني غير حدانا ماشي بعيد بزاف، سميتو ماركفيل. الناس اللي عايشين هنا في تورونتو راهم يعرفوه، راه كاين في ماركام. صافي غادي نديكم هكا في جوله تفوجوا معايا، لان بزاف ديال البنات كيقولوا لي ديري لنا هكا خرجات، ديري لنا جولات، كيعجبكم هذا النوع من الفيديوهات. فانا غادي كل مره نبقى ندير لكم هذا النوع من الفيديوهات ان شاء الله. هاد السباب هادو اللي عجبوني بزاف، انا اصلا كيعجبني هاد ستيل هذا، هادو ديال مايكل كورس زوينين خرجوا هاد العام فعجبوني بزاف. وهاد المكازان هادي بالضبط زوينه كتعجبني، فيها بزاف ديال لي مارك، يعني مكازان وحده كتلقاي فيها اديداس، بيوما، كتلقاي فيها لي شوسور يعني ديال لي مارك بزاف مجموعين في مكازان وحده. كاين كذلك هاد المكازان هادي فيها اشياء زوينه هكا للبيت، ولكن مع الاسف ما دخلتلهاش، فراكو عارفين فاش هكا نخرجوا مع الرجال ما كيخليوناش ندوروا على خاطرنا. الصراحه انا ما عرفتش واش تاتوما بحالي، ولكن انا صراحه فاش كان هكا نخرج مع راجلي وكلشي ديما غي الله مزروب، ما كيبغيش يعني يخليني ندور على خاطري ونشوف داكشي اللي بغيت. فوالا يعني وريتكم غير هكا من على برا، ولكن ان شاء الله فيما بعد ان شاء الله ندير لكم هكا جوالات، اكيد غادي ندير لكم جوالات في هكا محلات ديال التنظيم، تشوفوا داكشي اللي كاين، تاخذوا افكار ربما. We'll be right back.
هنا جيت لهاد المحل هذا اللي مولفه كناخذ به الحويجات لوليداتي. هذا المحل اللي كان داير تخفيضات تقريبا دائما كيدير 40% 50% من التخفيضات، زوين بزاف ولا كاليتي ديال الكسوه ديالهم زوينه. وكما شفتوا جابوا حويجات للصيف، انا بغيت ناخذ لبنتي شي حويجات لان راكم عارفين تمشي للمدرسه وديما حويجاتهم خصهم حويجات جداد وهذا، فخديت ليها هكا حويجات. من نرجع للدار ان شاء الله غادي نشارك معكم شنو خديت. ما خديتش بزاف يعني، فقط هكا حويجات اللي كانوا خاصينها لان باقي عندها حويجات الصراحه من العام اللي داز جبتهم لها ديال الصيف، حويجات باقي جداد باقي زوينين، وكاين شي حويجات باقي ما لبستهمش اصلا. من بعد مشينا الكارترز، وهذه مولفة ديما كناخذ بها، ولكن البنات بغيت ننصح البنات اللي عايشين هنايا يعني في تورونتو او لا في ما عرفتش مونريال الاثمنه كيفاش دايره، حيت شي يمكن مونريال كتكون الاثمنه شويه ناقصه علينا. المهم البنات اللي هنا كنصحكم تاخذوا اونلاين، يعني اونلاين كيتقم لكم ارخص، وبلو سيت ديال امريكا صراحه امريكا كارترز عندهم رخيصه علينا بزاف واثمنه اللي هي جد مناسبه. انا هكا كندير الصراحه كناخذ لهم اونلاين، وكما شفتوا هنايا جايبين كوليكسيون زوينه ديال الصنادل هكا ديال الصيف، صندالات زوينين ديال البنوتات وهاد لي سبادغي هادو صراحه عندهم حويجات تاهما زوينين. او صافي دابا بجينا نرجعوا هاد الطوموبيله هادي اللي كان فيها ولدي ونخرجوا. هذا هو المول على برا كما شفتوا، راه ما وريت لكمش فاش جينا دخلنا. ودابا غادي نمشيو لواحد المغازه اللي كنتقطاو بها هكا الحليب وجاي غير حدا الدار، وغادي نصور لكم تما يمكن بعض اللقطات هكايا، حيت حتى هما عندهم اشياء هكا زوينه ديال التنظيم، خاصني ندير لكم فيديو خاص. كما شفتوا هذه هي المغازه اللي هدرت لكم عليها، فزوينه بزاف. عندها هنايا عندهم هنا هاد الماعن اللي عجبوني كانوا منقصين فيهم شويه. ديال الخشب كما شفتوا زوينين، كاين كذلك القش هكا الماعن اللي في الابيض، انا صراحه كيعجبني هكا الماعن اللي في الابيض. كاين هادو كما شفتوا هكا ديال الخشب، كاين هادي ديال الخبز حتى هي زوينه، ديروا فيها الخبز او لا بتي بان او لا، مهم اي حاجه عندها علاقه بالمعجنات او للمخبوزات. فعندهم كيما شفتوا حويجات زوينين. هذه ان شاء الله نوعدكم هي ووينرز نديرهم لكم في فيديو خاص وندير لكم جوله فيهم، خصوصا في الجهه ديال المعن والجهه ديال التنظيم لان عندهم حويجات زوينين. هذا المغازه فيها حتى الكسوه، فيها الماكله، فيها نتقضاو يعني تقريبا بحال وول مارت، وفيها بزاف ديال الحوايج وديما كنلقى فيها هكا هميزات زوينين. فان شاء الله نوعدكم نديرها لكم في فيديو خاص كما قلت لكم.
وصافي من بعد ما رجعنا في الدار غنوريكم هنا شنو خديت لبنتي. كيما شتو خديت لها هاد التيشيرت هذا اللي زوين هكا صافي، لان هنا واخا باقي عندنا البرد في المدرسه لتحتيني، واخا تلبس جاكيطه يعني جاكيطة سخونة على برا، ولكن لتحت كتلبس غير هكا دومي مونج تزيد شي بول هكا خفيف، يعني المدرسة عندهم سخونة لداخل، فولاو رجعو كيلبسو هكا دومي مونج وهكا بول. فكيما شتو خديت لها هاد تيشيرت الاخر في الكري، وخديت لها هاد ليبا هادي اللي كتكون شويه ربيعيه خفيفه، وخديت لها كذلك هاد لاغوب اللي عجبتني بزاف، جايه ربيعيه وعندها اليدين، يعني تقدر تخرج بها هكا في الربيع لان عندها اليدين، فزوينه لي كولور ديالها زوينين، عندها جوج جيبات جوج ديال الجياب هكا في التحت. خديت لها لي كولون، هي كتحمق على لي كولون، فشتو الوان زوينين، هذا اللي هو جاي غيي هكا بالالوان، وكذلك هذا اللي فيه هكا هاد شنو هي هادي بعدا نعامه ولا شنو هادي، المهم زوين حتى هو في البلو مارين. وخديت لها هاد الشورت هذا اللي تلبسو هكا في الربيع مع ليبا، فزوين جاي الشكل ديالو، زوين ديال الجين. وصافي ولدي خديت له بيجاما لانه كيجلس بزاف في الدار، وحويجاتو كاع ديال الخريج باقيين جداد، باقيين زوينين، ما كيخرجش بزاف مع باقي صغير، يعني باقي ما كيمشي لا المدرسه لا حتى شي حاجه. وصافي ومن كارترز خديت لبنتي هاد البول هذا اللي كانوا منقصين فيه، فيه هاد هو هي عجبها الصراحه اختاراته. وولدي خديت له هاد تريكوات هادو هكا ديال الخريج، دي بول هكا ربيعيين خفاف هكا، دي تيشيرت هكا خفاف هكا باليدين، هذا فيه الديناصور، كيعجبو الديناصورات ولدي، وخديتو له هاد الفيغ، ومهم ثلاثه ديال لي تيشيرت. وصافي هادشي اللي خديته البنات، وديال الماكازان اللي مشيت لها صورت لكم فيها الماعن، غنوريكم شنو خديت لقيتهم منقصين فيهم. خديت هاد لي بواط هادو البنتي تاخد فيهم المدرسه هكا لي فخوي والياغورت، وحده خاصه هذيك التحتانيه بالياغورت، والفوقانيه خاصه هكا بلي فخوي مقطعين، وهادو قال كيشدوا البروده حتى لاربعه السوايع، يعني كديريهم في الثلاجه وكيبقاو قابضين البروده حتى لاربعه السوايع. كما كتعرفوا راه جاي الحال سخون، وغادي يبقى يعني الياغورت هكا يسخن لها والفواكه، فهادي زوينه لها كتاخذها معها ليكول. وهذه البنات خديتها غير بدولار 94، يعني تقريبا 2 دولارات، رخيصه كانوا منقصين فيها بزاف. خديت كذلك هاد الصباغه الشعري الشعر ديالي اللي خديتها تقريبا يمكن ب 10 دولارات، فباغيه نبدل لا كولور ديال شعري، ماشي كاع هكا يعني، يلاه غادي يفتح لي شويه لان انا شعري ماغون فونسي. خديت هاد الكريم بيبي اللي هي ديال غارنييه اللي انا كنستعملها دائما، ما كنبغيش التغطيه تكون يعني كنبغي ديك التغطيه لي ناتوريل، وهذه كتعطيهاني، هذيك خديتها بثمنها الاصلي هذيك الكريم بيبي. وخديت هاد جيل دوش اكس لراجلي، هذاك كانوا دايرينو بروموسيون غير دولار 94، حتى هاد لي جيل دوش هادو اللي زوينين ديال لي فخوي حتى هما كانوا دايرين لهم بروموسيون بدولار 94، وكذلك هاد لي لانجيت حتى هما كانوا دايرينهم بروموسيون بدولار 94. مهم هادشي اللي خديت، وكذلك هذا اللي نسيت ما وريت ليكمش، كنت حيدته بالبلاستيكه باش ما يتهرسش، حتى هو خديته بنفس الماغازان بدولار 94، كان كيدير كما شفتوا 6 دولارات ورجعوه غير دولار 94. فهنا يعني سال الفيديو ديال اليوم، نتمنى انه يكون نال اعجابكم، حاولت ما امكن نصور لكم، راكو عارفين التصوير صعيب، وانا من النوع اللي الصراحه كنحشم يعني هكا في لي مول اولا في لي ماغازان، ما كنصورش يعني بكل تلقائيه، كنشوف شي واحد ولا كنحشم وكنخبي الكاميرا ولا البورتابل، فما عرفتش هاد القضيه خص هاد نخصني نحيدها الصراحه، وما خصنيش نبقى نحشم وباش كنصور لكم اكثر. فنتمنى ان هذا الفيديو يكون نال اعجابكم، واذا كانوا يعجبكم هذا النوع من الفيديوهات خليونا نوصلوا هذا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات، باش هكا تشجعوني ندير لكم فيديوهات اكثر ونشارك معكم هكا ايامي، راه هذا الشيء كيعذب بزاف صراحه، لا التصوير ولا المونتاج ما نقول لكمش، خصوصا مع المسؤوليه ديال الدار والوليدات، ولكن كله يهون على قبلكم. كنشكركم بزاف بزاف على تعليقاتكم الرائعه جدا اللي كتحفزني دائما وكتدعمني، واللي مازال ما مشتركاش في القناه اشترك بالضغط على الزر الاحمر الموجود تحت الفيديو، كذلك ما تنساوش تفعيل الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. نقول لكم باي باي، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو المجي، يلا باي باي، سلامه.